يا رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو ضابط هجر القرآن؟ السؤال الثاني: معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا؟ السؤال الثالث: ما هو الأفضل في الصيام 3 أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس؟ أمر الله جل وعلا بتدبر القرآن، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن واجب في أصح قولي العلماء، لأنه لا يمكن فهم القرآن ولا العمل بالقرآن ولا معرفة مراد الله من القرآن إلا بتدبر القرآن. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد على معنى قول الله جل وعلا: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأن من هجر القرآن هجر تدبره. وذكر رحمه الله في المدارج 10 أسباب جالبة لمحبة الله جل وعلا، وذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر. وقراءة القرآن بالتدبر هي الجالبة للفهم والعلم والعمل، ولأن العمل بالقرآن هو الذي يورث خشية الله ومحبته وإجلاله وخوفه ورجاءه وغير ذلك. فمن ثم صار تدبر القرآن واجبا. ولذا قال الله جل وعلا: أم على قلوب أقفالها، يعني على القلب قفل لا يعي ما يقرأ. وهذا ذم لمن يقرأ القرآن ولا يتدبره، ولأن الذي لا يتدبر القرآن كيف يعمل بالقرآن وكيف يفهم القرآن؟ ولا يمكن فهم القرآن بدون التدبر. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن ويتدبروا معانيهن.